الآن مباشرة مشاهدينا إلى برلين لنقل وقائع مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمستشار الألماني أولاف شولتز. داعش وإلى اليوم لا يزال الجيش الألماني موجود في العراق، وكذلك من خلال الوسائل المدنية نحن نحاول تحقيق الاستقرار في العراق والمساعدة في التنمية المائية، التعاون الألماني والمساعدة الألمانية. نحن متفقان، نريد مواصلة التعاون hat mit dem Antritt der neuen Regierung die Möglichkeit, ein neues Kapitel in der Geschichte des Landes aufzuschlagen. Die Regierung von Premierminister Sudani hat angekündigt, sich besonders auf wirtschaftliche Reformen zu konzentrieren, Jobs und Wachstum zu schaffen und die Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Das sind ambitionierte Ziele, die wir sehr unterstützen. وهي أهداف طموحة جدا ندعمها كل الدعم. تكلم أيضا عن إمكانية تعميق علاقاتنا الاقتصادية. يسرني كثيرا على الاتفاقية التي تم عقدها بين وزارة الكهرباء العراقية وبين سيمنز لتحديث الكهرباء في العراق. هذه الشراكة طويلة الأمد لن تحرص فقط على زيادة إمكانية الكهرباء في العراق، وإنما أيضا على إزالة الكربون وتخفيض الانبعاثات غاز الدفيئة، وهذه مساهمة من ناحيتنا لتحقيق الاستقرار. وأمل أن يتم وضع الاتفاقية ووضع التنفيذ بأسرع وقت، وسوف نبقى طبعا على تواصل فيما يتعلق بحماية المناخ. هذه المسألة الجوهرية الآن، ويسرني أن العراق يريد تنويع اقتصاده وعدم التركيز فقط على الطاقة الأحفورية. يجب تخفيض الميثان وزيادة الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية التي تقدم فرصة كبيرة في البلد. العراق هو أحد البلاد للأسف المتأثر أكثر بشكل أكبر بالتغير المناخي. نريد أن نقدم المساعدة للعراق. ألمانيا تقدم خبرتها ومساعدتها ليتمكن العراق من التغلب على هذه التحديات الجسيمة. كذلك تحديات الحرب لا تزال قائمة، ف 1.2 مليون من الرجال والنساء هم من المتجددين داخليين، منهم الكثير من الأيزيديين. في حديثنا تكلمنا كيف نستطيع أن نخلق لهؤلاء الأشخاص فرص للمستقبل وتعزيز عملية المصالحة الوطنية، وطبعا دعم النساء وحقوق الإنسان. من المواضيع الأخرى كانت مواضيع الهجرة، كيف نستطيع أن نتعاون سويا لنسمح للمهاجرين العراقيين والعراقيات العودة إلى بلدهم. وبالنهاية تكلمنا أيضا عن الوضع الإيجابي الذي يلعبه العراق في وضع الوساطة في المنطقة، وآمل أن نتمكن من مواصلة هذا النهج وأن يساعدنا ذلك على خفض التوترات. شكرا جزيلا دولة رئيس الوزراء على هذه الزيارة، على هذا الحديث بالفعل الفعال والمثمر والعميق جدا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا سيادة المستشار ابتداء على الدعوة لهذه الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا سيادة المستشار ابتداء على الدعوة لهذه الزيارة، شكرا على التهنئة وعلى الروح الإيجابية التي ساعدت في الاجتماع اليوم. هذا الاجتماع الذي يؤسس لعلاقة وشراكة استراتيجية بين العراق وألمانيا. كانت هذه العلاقة على مدى التاريخ علاقة متميزة، وشهدت دعم واضح من ألمانيا للعملية الديمقراطية في العراق، فضلا عن الدعم العسكري والأمني أثناء الحرب.
على داعش، أيضا وجود الفرقة أو الفريق الاستشاري التدريبي والذي يعمل مع القوات الأمنية العراقية. كل ذلك محط تقدير وثناء، ولا ننسى الدعم الإنساني والتنموي الذي قدمته ألمانيا، وخصوصا في المحافظات والمناطق المحررة. In den befreiten Gebieten im Irak. Heute im Zusammenhang mit diesem Besuch, wir sind gestern angekommen, wir hatten mehrere Gespräche, wir durften mehrere Gespräche führen mit deutschen Unternehmen, mit deutschen Geschäftsleuten, auch mit der GORFA. Und durch diese Gespräche wurde immer klar, dass die irakische Regierung sich bemüht, um ihre ambitionierte Agenda voranzutreiben. Und diese Regierung kam durch den Willen des irakischen Volkes. Wir haben uns Prioritäten gesetzt. An erster Stelle kommen die Basisdienstleistungen, die wir gewähren wollen. Wir wollen die Arbeitslosenrate senken, natürlich Arbeitsplätze schaffen für die jungen Menschen. Wir wollen auch wirtschaftliche Reformen durchführen. Unter anderem ist auch die Diversifizierung der Wirtschaft ein wichtiger Punkt für uns, denn das wurde auch intensiv besprochen während dieses Besuches. Es ist auch wichtig, im Erdgas zu investieren, aber auch, wie man Fackelgaswässer verwerten kann, besser nutzen kann, aber auch auf anderen Gebieten der Petrochemikalien. Diese sind wichtige Eckpunkte für uns, um Arbeitsplätze zu schaffen im Irak, aber auch den Energiebedarf zu decken, nicht nur im Irak, sondern auch global. قادر أن يكون محور للاقتصاد في المنطقة. Unsere Wirtschaft anzukurbeln, damit wir auch wettbewerbsfähig sind, nicht nur in der Region. هناك مجالات أخرى تتعلق بالعلاقة وأهمية التعاون خصوصا في الزراعة. هناك مجالات أخرى تتعلق بالعلاقة وأهمية التعاون خصوصا في مجال استرداد المطلوبين والأموال ضمن حملة الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي. وفضلا عن استرداد الآثار، هناك دعم واضح من ألمانيا في محطات سابقة. أيضا خلال هذه الزيارة تطرقنا إلى ملف مهم، وهو الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومواجهة التغييرات المناخية التي يعاني منها العراق على مستوى شحة المياه وقلة التخصيصات أو الحصص المائية في نهري دجلة والفرات وأثرها على قطاع الزراعة والبيئة، الأمر الذي أدى للأسف إلى زيادة نسبة التصحر. أيضا معالجتنا لاستثمار الغاز المصاحب هو تندرج ضمن هذه المعالجة، معالجة الآثار البيئية والتغيرات المناخية. هناك لمسنا كوفد عراقي جدية واضحة، نأمل أن تتابع من خلال فرق مختصة لتنفيذ هذه التفاهمات وجعلها موضع التطبيق في أسرع وقت ممكن. أكدنا لسيادة المستشار حرص الحكومة على منهج علاقاتنا الخارجية والإقليمية، منهج العلاقات المتوازنة، ودورنا الريادي، الدور الطبيعي لبلد مثل العراق في المنطقة والعالم في تقريب وجهات النظر، وبنفس الوقت خفض التوترات، الأمر الذي يسهم في أمن واستقرار المنطقة والعالم. ونثمن الدعم الحكومة الألمانية لحكومتنا في هذا الإطار. شكرا سيادة المستشار.
العراقية الإخبارية. دولة الرئيس، لدي سؤالان. الأول يتعلق بسمات الدخول. تحدثتم يوم أمس عن السماح للمستثمرين الألمان بالدخول عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية. كيف سيتم العمل بهذا القرار؟ هل وما هي شروطه لدخول المستثمرين؟ تعرفون هذا القرار هو الأول من نوعه في مجال الاستثمار. الثاني يتعلق بأولويات تنفيذ الشراكات التي تم الاتفاق عليها. هل هي للكهرباء، للغاز المصاحب، أم للبتروكيماويات؟ نعم. موضوع المنح السمات هذا قرار اتخذت الحكومة من خلال وزارات والمؤسسات المعنية للمستثمرين للشركات من أجل تذليل المعوقات ودخولهم. أيضا هناك جانب مهم يتعلق بمسألة تشجيع السياحة والوفود السياحية من ألمانيا إلى العراق للسياحة الأثرية والسياحية. ساهمنا في تذليل هذه المعوقات أمام هذه المجاميع. الحكومة جادة في مراجعات مستمرة لأهم المشاكل التي تعترض توفير البيئة الآمنة الجاذبة للمستثمرين والشركات. الشراكة الحكومة جادة في مراجعات مستمرة لأهم المشاكل التي تعترض توفير البيئة الآمنة الجاذبة للمستثمرين والشركات. الشراكة الكل يعلم حجم التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز. اليوم توقيع مذكرة التفاهم التي تتضمن مشاريع في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، فضلا عن التأكيد على التدريب المهني الذي يخلق فرص عمل في هذا القطاع وتقديم رؤية في مجال الجباية. بتقديري هذه المذكرة تنفيذها سوف ينعكس بشكل واضح على الطاقة، توفر الطاقة الكهربائية للعراق، خصوصا وأن الحكومة قد وضعت التخصيصات المالية المطلوبة لتنفيذ هذه المذكرة. هل هدف حكومتكم أيضا أن تحصل ألمانيا على الغاز من العراق، أو هل سوف يكون هناك زائدات في الغاز؟ وسؤال إلى دولة رئيس الوزراء، هل أيضا تأملون أنه من خلال إمداد الغاز أن تكون الشركات الألمانية أن تستثمر في تنقيب الغاز في العراق؟ نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال. لقد توصلنا إلى قرار استراتيجي، وهو أننا في الأعوام المقبلة نريد أن نضمن أمان الطاقة في ألمانيا. هذا يعني يجب أن تكون الخزانات مليئة، وأننا في وقت وجيز لقد اضطرينا أن نفتح 20 محطة للغاز لضمان أمن الطاقة، لأن الغاز الروسي بشكل مفاجئ يعني قد توقف، وهذا يعني أيضا أننا نريد الاستفادة أيضا من إمكانيات الغاز من الدول الأوروبية الغربية لنرفع الإمكانيات. ويندرج ضمن ذلك أيضا أننا على المرافق الألمانية أننا نقوم ببناء مكثف لمحطات الغاز المسال، وهناك حاجة كبيرة لا تقتصر فقط على ألمانيا، فإن شبكات الغاز أيضا ممتدة إلى النمسا، تشيكيا، هنغاريا، بولونيا، ويجب أيضا إمدادها بهذه المواد الخام. إذن من مهمتنا أيضا أن نساهم أن تكون بنى تحتية للاستيراد، أن تحرص أيضا على أن ما يتم استيراده عبر مرافقنا في ألمانيا أيضا أن نكون كدولة مرور لدول أخرى، وهذا طبعا
هنا يجب أن نستثمر الكثير. طبعا هنا لا نتكلم عن الإمكانيات الفائضة، بالعكس يجب أن يكون هناك إمكانيات كافية. وهنا أيضا نريد أن نستفيد من إمكانية الواردات المتنوعة، بالعكس عن الماضي لا نريد أن نكون فقط مركزين على مصدر واحد، والعراق قد يكون طبعا لنا طبعا شريك نتمناه كثيرا فيما يتعلق بالغاز والبترول. ولكن بغض النظر عن هذه القرارات، نريد أن نحرص أنه هنا في ألمانيا وفي العالم أن نتمكن أيضا من استخدام الهيدروجين، وأن نتعاون مع دول كثيرة مثلا مع النرويج، استخدام الغاز لإنتاج الهيدروجين ولتخزين ثاني أكسيد الكربون، والوزير هاك تكلم عن هذا الموضوع في النرويج. وأيضا سوف نتكلم عن إنتاج الهيدروجين هنا في ألمانيا، وأن نعزز بناء الطاقات المتجددة لنكون عام 2045 دولة خالية من ثاني أكسيد الكربون. ولكن نحتاج طبعا إلى تكنولوجيا ليس فقط لن يتم فقط إنتاجها في ألمانيا، وإنما في أنحاء العالم، ويمكن الاستفادة منها في كل أنحاء العالم. بالتأكيد الكل يعلم أن العراق دولة مهمة في مجال الطاقة، سواء كان على صعيد الإنتاج النفط. الكل يعلم أن العراق دولة مهمة في مجال الطاقة، سواء كان على صعيد الإنتاج النفط أو الخزين النفط والغاز، وهو يسعى ضمن منظمة أوبك لتلبية احتياجات السوق العالمية بما يؤمن مصالح المنتجين والمستهلكين. لدينا خطط طموحة أعدت من فرق استشارية وجهات قطاعية لاستثمار الغاز الذي يحرق يوميا، الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وكذلك الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، ولدينا خزين كبير ومهم لم يستثمر لحد الآن. هذه الخطط من المؤمل أن تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وبالتأكيد تفاهمنا مع ألمانيا وعرضنا على هذه الفرص هي دعوة للشركات الألمانية للاستثمار في هذا القطاع. هناك عمل مستمر في العراق، شركات الآن تنفذ أكبر ميناء في منطقة الشرق الأوسط وهو ميناء الفاو الكبير، وهناك شركات تتفاوض معنا لمد سكة الحديد من ميناء الفاو وأنابيب نقل الغاز من الميناء إلى تركيا وإلى أوروبا. هذه مشاريع استراتيجية تعمل عليها الحكومة، وزيارتنا اليوم هي تندرج ضمن هذه التفاهمات الأولية بهذا الإطار. مشاريع فورية ستباشر بها الشركات الألمانية في العراق وفي أي مجالات؟ والسؤال الثاني إلى سيد المستشار، كيف تنظرون إلى الشراكة مع الحكومة العراقية الجديدة، وإلى أي مدى أنتم راضون ومنفتحون على الاستثمار في العراق؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ذكرت عن المجالات التي تم التباحث بشأنها. ما يتعلق بملف الطاقة، شكرا جزيلا. ذكرت عن المجالات التي تم التباحث بشأنها. ما يتعلق بملف الطاقة الكهربائية مع سيمنز، قدمنا تفاهم وحظي بالموافقة والتوقيع بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز. يهدف هذه الاتفاق إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء، وبنفس الوقت تحسين عملية النقل والتوزيع
التي سوف تساهم قطعا بتوفير طاقة كبيرة تمثل ضائعات اليوم محرومة منها الشبكة الوطنية. أيضا هناك توجه وتفاهم مع سيمنز في مسألة التدريب المهني ورفع قابليات وقدرات العاملين من أجل خلق صناعة تؤمن مستلزمات عمليات ومشاريع النقل والطاقة الكهربائية. هذا يندرج ضمن توفير فرص العمل. هناك قطاعات أخرى في الصحة، أيضا كان لقاء مع سيمنز الصحة، عرضنا لهم رؤيتنا في هذا القطاع، والذي كما تعلمون أنه يحظى بأولوية في برنامج حكومتنا. لدينا مستشفيات منجزة قيد الافتتاح، وقسم منها قيد الإنجاز قريبا، سوف تكون باكورة أعمال شركات عالمية تدخل على إدارة القطاع الصحي. ننتظر قدوم شركات بناء على الدعوة اللي وجهناها أثناء تجمع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية للمجيء إلى بغداد للإطلاع ميدانيا على الفرص الأخرى في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والتعليم. هذه فرشة واسعة، نعم طموحة، لكن لا تخلو من الجدية والإصرار والإرادة على تعزيز هذه الشراكة مع الأصدقاء في ألمانيا.